حضرتك قبل كده. وانا حضرتك مخرج. اه طبعا. جاي وسكينه فانتازيا. انت سافرت الاقصر اسوان؟ ايوه. شغال فين في الاقصر اسوان؟ لا رحت زيارات في القاهره، ممكن في اسكندريه، ممكن شرفت بيك. احنا محتاجين دراسه، محتاجين بلدنا كتير، محتاجين نرجع تاني. المصانع تتفتح تاني، في 7000 1000 واحد ممكن يكون المصانع اتقفلت، اترموا في الشوارع. دول مين مصيرهم فين؟ محتاجين يا جماعه يد العون للناس اللي محتاجين، الناس اللي محتاجين ارض ان شاء الله. وانا سعيد جدا بيكم النهارده في المؤتمر، مؤتمر حب والسلام الساعه